السوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. مع وجود عوائق كتيرة بتوقف بوجه المشاريع الاستراتيجية مثل البيروقراطية، منها إداري ومنها ميداني، مثل التدريب والتطوير، انوجدت مجموعة نهضة من السوريين للسوريين لتقدم خدمات استشارية وتعليمية للمجموعات والهيئات السورية وغيرها المهتمة بإحداث تغيير حقيقي بسوريا. ولما نحكي عن التغيير الحقيقي منكون عم نقصد التغيير من دولة الفساد والبيروقراطية والقمع والاحتكار والمحسوبية لدولة القانون والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والمؤسسات، ومن مجتمع الانغلاق والتجهيل والتنافس الهدام لمجتمع تقبل الجديد والتنافس البناء. مجموعة نهضة هي ما لها حزب سياسي ولا مجموعة ضغط أو دعوة، هي ببساطة مؤسسة غير ربحية وغير حكومية بتوصف حالها بأنها هي مجموعة معرفة ومجموعة بناء مؤسسات، بتصيغ المعرفة وبتنقلها للي بيطلب مشورتها، وبتحط هاي المعرفة بإطار مؤسساتي بيضمن بقائها ونموها واستمرار عطائها. آلية عمل مجموعة نهضة باختصار وبالترتيب هي البحث عن المعلومة، تحليل المعلومة وبناء عليه وضع الاستراتيجيات، تقديم الخبرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات، وضع آليات التنفيذ، متابعة التنفيذ. بدي نوه أنه مجموعة نهضة هي عبارة عن عدة منظمات غير ربحية وغير حكومية تشتغل إما بمجال الاستشارات والدراسات أو التوثيق والإحصاء أو التدريب والتعليم، وهي المنظمات بتحمل نفس الرؤية والرسالة وهي إحداث التغيير الحقيقي بسوريا، وهنن 8 منظمات: المركز الاستراتيجي، مؤسسة صدى للأبحاث واستطلاع الرأي، المركز السوري للإحصاء والبحوث، مركز الميزان للدراسات القانونية، مركز تقدم نحو المستقبل، مركز الشام للبحوث والدراسات، مركز الاستشارات التخصصية، مجلة دراسات الثورة السورية. فرق مجموعة نهضة مختصين إما بجمع المعلومات وتوثيقها وتخزينها ببنوك معلومات متاحة للدارسين والباحثين، أو بدراسة الحالة المعروضة بالاعتماد على نظريات ومعارف العلوم الاجتماعية والإنسانية وتضمين نتائج الدراسة وتوصياتها بتقارير واضحة ومفهومة وسهل الحصول عليها، أو بوضع المناهج التدريبية المناسبة وتوفير المدربين المؤهلين والقادرين على رفع الكفاءات للمستويات المطلوبة. ومن خلال هاي الفرق، بالإضافة للخطة والمنهج والتعاون، عم تسعى مجموعة نهضة لتوفير الأفكار والاستراتيجيات والآليات لرسم طريق التغيير بسوريا من خلال العمل الممنهج والعلمي والمؤسساتي. التغيير اللي كنا كسوريين عم نطمح له ونتمناه، واللي ما ممكن يتحقق إلا لما نكون مع بعض وسوريين لبعض. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.